السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، فيديو جديد وحلقة جديدة. معاكم محمد رفعت في قناة كورة سبورت. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة خاصة هنتكلم فيها عن توابع لقاء الأهلي والجيش وبيان النادي الأهلي وتوابع وقرارات النادي الأهلي. نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين دايما بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الكومنتات كما يطلع دوس لايك الفيديو وانزل اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة. تعال نبدأ حلقتنا من بيان النادي الأهلي وأول رد فعل من مجلس إدارة النادي الأهلي على الفضيحة التحكيمية امبارح وفضيحة إبراهيم نور الدين وإلغاء هدف صحيح مليون في لصالح النادي الاهلي. النهاردة النادي الاهلي في بيان رسمي: النادي الاهلي يحرص دائما على اعلاء المصلحة العامة والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية لا سيما اتحاد الكرة ولجانه بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية حتى وان وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الاخطاء التحكيمية الفجة والمتكررة واخرها ما جرى في مباراة الاهلي وطلائع الجيش امس من جانب حكم اللقاء وحكم الفيديو المساعد والتي كشفت ان مثل هذه الاخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية. لذا يود النادي الاهلي التأكيد على النقاط التالية: اولا التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لاعبو النادي الاهلي وجهازهم الفني والاداري والطبي على مدار الموسمين، اي كانت هوية بطل الدوري هذا الموسم فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي وكاس مصر في العام الماضي ودوري ابطال افريقيا موسم 2019 والميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه 2019-2020 والسوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي، بالاضافه انهم يستعدون للمشاركه في كاس العالم للانديه باليابان في ديسمبر القادم وايضا المشاركه في كاس السوبر في قطر بشهر سبتمبر المقبل. ده النقطه الاولى في بيان النادي الاهلي اللي معناها بياكد على جهود ومجهودات الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. ثانيا لم نجد تفسيرا لتكرار الاخطاء التحكيميه في مباريات النادي الاهلي على وجه التحديد والتي افقدت الفريق 15 نقطه في سباق الدوري، وهو امر يطرح تساؤلات عديده عن سر غياب العداله. ثالثا قمنا بمخاطبه اتحاد الكره مرات عديده وحذرنا من تكرار الاخطاء الغير مقبوله للحكام والتي نسفت مبدا تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسه، وتلقينا وعود بتطوير المنظومه التحكيميه ومنظومه التحكيم. ورغم كل هذا ومع استئناف فريق الاهلي المباريات المحلية عقب الانتهاء من المشاركة الافريقية لم نتوقف عند هذه الاخطاء واثرنا التحمل فوق الطاقة حرصا على نجاح واستكمال المسابقة حتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الامور، خاصة من اجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهذا الامر لن نقبل به مرة اخرى خاصة ان تراكم المباريات على فريق الاهلي كان لداعي اهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قارية. رابعا إذا ما يحدث من غياب العدالة في مباريات النادي الاهلي فان النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استقدام حكام اجانب من التصنيف الاول لمباريات النادي الاهلي في بطولتي السوبر المصري وكاس مصر، على ان يتحمل النادي التكاليف الكاملة وايجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الاطراف. ده كان بيان النادي الاهلي فيما معناه او ملخص البيان بالبلدي. النادي الاهلي بيقول اتحاد الكره وبيوضح لهم النادي الاهلي سكت المره دي، بيؤكد لهم كمان النادي الاهلي مش هيسكت مره ثانيه وعايزين حكام اجانب للسوبر وكاس مصر وكمان بيدعم لاعبيه. ملخص بيان النادي الاهلي: انا مش شايف ان النادي الاهلي البيان قوي، انا مش شايف ان هو بيان قوي، هو بيان من وجهة نظري بتحاول ترضي الجمهور او تحاول كأنك عملت رد فعل قدام جمهورك مش اكتر. لكن بالنسبة لكاس مصر هي بطولة
تابعة لاتحاد الكرة. اتحاد الكرة عمره ما هيجيب حكام أجانب في كأس مصر، وبقابلوني لو اتحاد الكرة جاب حكام أجانب في كأس مصر ممكن اتحاد الكرة يجيب لك حكم أجنبي في لقاء السوبر. بس الرد الفعل اللي طالع من اتحاد الكرة إن زمن حكام الأجانب ولا خلاص، يعني مفيش حكام أجانب، ولا الأهلي يطلب ولا غيره، كده كده مفيش حكام أجانب. مستنيين رد فعل حقيقي زي ما ناديت امبارح إن لازم يكون في رد فعل حقيقي وقاطع من جانب النادي الاهلي. انت بتطلب حكام اجانب وانت لا تدفع التكاليف، فبالتالي اتحاد الكرة وفقا للقوانين واللوائح ملزم ان هو يجيب لك حكام اجانب. عايز فعلا تنفذ كلمتك؟ لو الطلب ده ما تنفذ اطلع على الفيفا وانت معاك الحق بالقوانين واللوائح، واتمنى انه يكون في تصعيد قوي ووقفة قوية من مجلس ادارة النادي الاهلي، ما يكونش مجرد بيان لتهدئة الناس مش اكتر. بالنسبة كمان لأولى قرارات النادي الاهلي تجميد مستحقات اللاعبين، النادي الاهلي كمان بيكلف امير توفيق بتسويق جوني راجاي، وكمان بعد ما في كلام ان في مفاوضات بين راجاي والزمالك، النادي الاهلي بيطلب من امير توفيق تسويق اللاعب في اسرع وقت علشان نبيعه ونستفيد منه ماديا، لان اللاعب عقده بينتهي في الموسم الجديد، ووضع بند بعدم الانتقال لاي نادي في مصر الا بموافقة النادي الاهلي. كمان الكاف يصدر فرمان للاهلي والزمالك خصوصا ان هم ينشئوا فريق سيدات علشان يشاركوا في البطولات الافريقية، ده من الموسم المقبل ان شاء الله. كمان هيكون في جلسة منتظرة ما بين الكابتن محمود الخطيب مع موسيماني الحديث عن خسارة الدوري والنتائج الاخيرة للاعبي النادي الاهلي وسبب انخفاض الاداء والنتائج الاخيرة. كمان 8 لاعبين راحلين ومش هنقول اسماء عن النادي الاهلي بتوصية من لجنة التخطيط. كمان في عرض تركي لعمار حمدي، لكن موسيماني متمسك جدا باللاعب، لكن عمار حمدي نفسه الراجل يعني مش عايز يرجع النادي الاهلي ويقعد دكه. الراجل بيقول لك انا لو هرجع انا عايز يكون اخد فرصه على الاقل، مش هقول لك عايز اشارك اساسي بس على الاقل اخد فرصه حقيقيه واقدر اثبت نفسي، لكن هترجعوني وتقعدوني دكه ويعني مستواي ينزل على الفاضي، فخلوني مستمر اعاره وانا ما عنديش اي مشكله في الرجوع للنادي الاهلي، بس على الاقل لما ارجع اخد فرصه. وكيل عمرو الصلاح النهارده بيأكد ان مصير اللاعب محسوم واللاعب سيجدد مع النادي الاهلي بدون اي مشاكل، ومن الممكن اعارة الصلاح خارجيا في حالة رحيل في حالة عدم رحيل اليو ديانج، وفي حالة رحيل ديانج الصلاح هيكمل. لكن المشكلة زي ما اتكلمنا امبارح، ديانج ما بيلعبش في مكان السوليه، ولا السوليه شبه ديانج، ولا ديانج شبه السوليه، والاثنين مختلفين تماما. وقلنا امبارح ان السوليه ملوش بديل في النادي الاهلي، لاعب عنده 32 سنه ملوش بديل في النادي الاهلي، فتخيل كمان وكيل اعماله بيطلع يقول لك ان ممكن يتم اعارته. بصراحه هزار اللي انا بسمعه ده، ضحك الصراحه. كمان موسيماني النهارده بيعتذر لجمهور النادي الاهلي على اللي حصل وخساره لقب الدوري عبر تويتر على تويتر. وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونهاية أخبارنا. أشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. كان معاكم محمد رفعت، السلام عليكم.